نشب حريق هائل في عقار سكني بالقربة مصر الجديدة في القاهرة اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 دون وقوع أي إصابات. تعود التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة تحت إشراف مساعد وزير الداخلية مدير الأمن اللواء أشرف الجندي بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل في 4 طوابق من منزل بالقربة بمنطقة مصر الجديدة، وتم الدفع بـ20 سيارة إطفاء وسيارات إسعاف وفرض كردون أمني، كما تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.